التاسعة مع تسابيح مبارك. أهلا بكم إلى التاسعة من سكاي نيوز عربية وأبرز ملفاتنا لهذه الليلة. اتفاق التهدئة بين حماس وتل أبيب، الكرة في الملعب الإسرائيلي. إسرائيل وحزب الله، تصعيد مستمر في ظل جهود التهدئة. روسيا والصين ومنظمة شنغهاي، سباق نحو عالم متعدد الأقطاب. حماس ترمي الكرة في الملعب الإسرائيلي مجددا حول اتفاق التهدئة، ونتنياهو أمام اختبار مربك في ظل ترقب العالم لرده على حماس. فهل سيتمكن من إقناع اليمين المتطرف بالموافقة؟ وماذا عن الضغوط الأمريكية عليه؟ في وجه عام، تسريبات من فريق التفاوض تشير إلى أن حماس أبدت مرونة بشأن بعض البنود سيسمح ذلك بالتوصل إلى اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل. نتنياهو يراجع خياراته في الداخل والخارج للرد على مقترح التهدئة. ومع التطورات الأخيرة تتشابك المواقف، فقادة حماس في الخارج يريدون وقف إطلاق النار، بينما يحيى السنوار في الداخل غير متعجل حول وقف الحرب. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيرغب بإطالة أمد هذه الحرب خوفا من المساءلة القانونية، موقف يتعارض مع آراء جنرالات جيشه الذين يطالبون بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن المحتجزين. نتنياهو على كل حال والذي يناقش قرار الرد كان أكد أهمية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرا أن واشنطن تدرك أن إسرائيل يجب أن تفوز بهذه الحرب. قال نتنياهو إن هذه الحرب هي من أجل البقاء وحماية حرية إسرائيل، مشددا على حتمية النصر في النهاية. كما أكد وجدد التأكيد أن الجيش الإسرائيلي يقاتل على 7 جبهات مختلفة ضد إيران ووكلائها الإقليميين المسلحين.